الخضر كما ورد اسمه تاليا، وبينه وبين نوح ثلاثة آباء أو أربعة آباء، يعني جدا قريب من زمن نوح، لا لعله ولد في زمن نوح. من هو هذا الخضر؟ ما هو دوره؟ ما هي واجباته؟ الأعلم من موسى من هو؟ آل محمد صلوات الله عليه. هنا الخضر صار أعلم من موسى. ما القضية؟ القضية اقرأوا الروايات الشريفة التي تتحدث عن هذا الشخصية، عن الخضر، روايات عديدة طبعا. الخضر يستفاد من بعض الروايات الشريفة أن من أهم أدواره، إن لم نقل أهم الأدوار، إن لم نقل الدور الوحيد، اقرأوا الروايات الشريفة انظروا تستفيدون هذا المعنى أم لا، أن على الأقل من أهم أدواره أن يكون يوظف كل حياته لخدمة آل محمد. وجوده في هذه الدنيا، طول عمره في هذه الدنيا، القضية قضية مرتبطة بأهل البيت. إذن كيف صار هنا الخضر أعلم من موسى؟ الجواب على ذلك، الخضر عبر عنه بأنه في تلك العصور الناطق الرسمي باسم آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في تلك العصور هو مرتبط بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ينطق على لسان أمير المؤمنين، همه خدمة أهل البيت، واجبه أداء بعض الأدوار لإفهام الناس مقامات أهل البيت، هذا واجبه. وهذا تفسير طبعا من تفاسير الحديث الشريف الوارد عن مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول أنا الخضر عالم موسى. في بعض النسخ معلم موسى، المعنى واحد، عالم موسى يعني العالم الذي كان مع موسى في تلك القصة. أنا طبعا هذه الرواية الشريفة لها معاني ثانية أيضا لعلها أرفع مما ذكرته أنا، ولكن من معاني هذه الرواية الشريفة أن الخضر كان في تلك القضية ينطق عن لسان من هو أعلم من موسى. القضية ما فيها مشكلة، ينطق عن لسان من يقول الله سبحانه وتعالى عنه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، معلوم أعلم من موسى. ولاحظوا مواقف الخضر فيما يرتبط بأهل البيت. أصلا عموما اقرأوا الروايات الشريفة، الروايات، لا كلام الناس، لا كلام هذا المفسر وكلام ذاك المفسر، رجما بالغيب يقولون أشياء لا علينا بهذه الكلمات، من أين علموا أن الخضر كان كذلك؟ لا علينا بهذه، إنما اقرأوا الروايات الشريفة التي تتحدث عن الخضر. أصلا عموما مواقف الخضر حسب ما ورد في الروايات الشريفة هي كلها مواقف مرتبطة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. عندما استشهد رسول الله صلى الله عليه وآله، تعلمون
صعوبة تلك الليلة على أهل البيت، ليلة بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله. فجاء الخضر معزيا لأهل البيت وقال كلمات مليئة بالعواطف على ما ببالي، الرواية مذكورة في كتاب الكافي على ما ببالي في المصادر الأساسية، إما في الكافي أو مصدر آخر من المصادر، مصادر الحديث الشريف. جاء معزيا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بعد استشهاد مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جاء الخضر، لعل الكثير منكم قرأتم عباراته، جاء الخضر وقف على الجثمان الطاهر لمولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وصار يكلمه. هذه تعد من زيارات مولانا أمير المؤمنين، وردت هذه الزيارة في بعض كتب الزيارة، في كتاب الدعوة الزيارة، الزيارة قطعا موجودة، أنا رأيته. خاطبه بالخطاب عبارات جميلة أيضا، بدايتها رحمك الله يا أبا الحسن، كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا، عبارات جميلة جدا مذكورة في بعض كتب الزيارات بعنوان زيارة الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في يوم استشهاده، لعل الكثير منكم تقرؤون هذه الزيارة. جاء ونعى أمير المؤمنين، وقف، مواقفه مع مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على المنبر قال سلوني قبل أن تفقدوني. بعض المؤمنين، لا كانوا مؤمنين بالفعل، ولكن بعض الجلوس الحضور في ذلك المجلس ما كانوا يستحقون هذه الكلمة، سلوني قبل أن تفقدوني، أين هم من أمير المؤمنين؟ أين هم من السؤال أصلا؟ فقام إليه الخضر وسأله أسئلة مهمة جدا، رواية جدا جميلة، أساسا أصلا ظهور الخضر عندما كان يظهر ويبين أنه الخضر ماذا كان يعبر عن نفسه؟ الخضر له معاجز مسجلة في التاريخ، بعضها واردة في الروايات الشريفة، قدرات الخضر له قدرات كبيرة طبعا، واضح له معاجز. عندما كان يصنع معجزة، معجزة واضحة حدثت، شخص أعمى منذ ولادته، بإشارة من الخضر أصبح بصيرا، سأله ذلك الرجل، معجزة واضحة بإشارة، لا بعلاج لا بشيء، فقال له من أنت؟ لاحظ، قل أنا الخضر، خلاص، لا الخضر عنده دور، قال أنا الخضر أحب علي بن أبي طالب وحبه ينفع في الدنيا والآخرة. قيمتي هذه، قيمتي بحب أمير المؤمنين. في أكثر من موقف عندما يعرف نفسه، يعرف نفسه بهذا التعريف بعبارات قريبة من هذه العبارة التي ذكرتها لكم.